هي نتيجة حلوة، 6-1 هتجيب ميمز كتير، هتفكر الناس بمباراة بيب وشير، 6-1 اهو احنا عملنا احنا سوينا. انما لو قعدت تدور على تفاصيل المباراة فاحنا لا عملنا ولا سوينا، لان احنا كده الافكار الهجومية الابداعية بتاعت موسيماني كانت ان هو يلعب 4-2-4 ويلعب كرات طويلة، كرات طويلة بقى لوليد سليمان ولمحمد شريف. اه كرات طويلة لوليد سليمان اللي عنده 36 سنة، هنطول لوليد سليمان، ووليد سليمان هيجري هو محمد شريف، وقفشه طرفه وكهربا طرفه وحمد وراهم اليو وعمرو السوليه. هو ده الابداع التكتيكي اللي عندي، هو ده اللي انا عايز العب بيه النهارده قدام فرقه زي الحرس الوطني. طب ما عرفتش تمشي كوره النهارده على الارض، هتمشي كوره على الارض امتى؟ طب بلا هتعرف تمشي كوره على الارض، هل هتعرف تدافع؟ يعني هل هتعرف تدافع وما نلبسش جون زي كل مباراه؟ هو ده بالنسبه لي المقياس بتاعي. انا مش طالب منك اداء، لان انا عارف ان انت ما عندكش، هو ده اخرك، هو ده تمامك، الموضوع كله في الملعب موضوع فرديات لا اكتر ولا اقل. محمد شريف مستواه بدا ينهار علشان خاطر محمد شريف تم استبعاده من المنتخب فوق فجاه كبيره جدا ليه، وانت كمدير فني فشلت انك تتعامل معاه، ودي حته بتاعت مدير فني. انما موسيماني مش مدير فني هيقعد مع محمد شريف ويعالجه نفسيا ويشوف محمد شريف هيرجع ازاي لمستواه، ما يسيبوش كده ماشي ومستمر زي ما هو. لانك لو دورت على الهدف اللي جاب محمد شريف الاول اللي هو فتح لك المباراه فده من الجون، وكانت باينه في اول كره راحت على الجون ان الجون بتاعهم ضايع وما عندوش حاجه خالص نشوط بقى عليه، لا نكمل بنفس السيناريو بتاع ان احنا عمالين نلعب كرات طوليه، في تسللات كتير، في حاجات كتيرة غلط عمالين نعملها جوه الملعب، بس ربنا كرمنا وسجلنا الهدف التاني. خلاص بقى الدنيا فتحت بالنسبة لنا، الله عليك يا قفشة العريس والتلوث السمعي اللي عمال يقوله أيمن الكاشف، وموضوع خارج عن عالم كرة القدم خالص، والراجل العريس والعروسة وكلام كتيرة جدا دخلنا في الشبكة بتاعتهم وحوار ما ينال ب60 نيلة، وكلنا قاعدين نسأل هو الأهلي حلو ولا الأهلي وحش؟ يعني كسبانين 2-0 ومش لاقي الملامح للفرقة بتاعتي، يعني أنا مش عارف الفرقة حلوة ولا الفرقة وحشة. عشان خاطر اتصدم بالهدف اللي دخل فينا، الهدف اللي دخل فينا الفرقه كلها بتبص على الكوره، وكله سايب اللعيبه بتاعه الحرس الوطني، وكله بيبص على الكوره ومفيش اي حد ماسك اي حد في الملعب، والاقي ان هم جابوا جون. بعد ما جابوا جون الله، ده انا معرض ان انا يحصل فيا اللي حصل في مازيمبي لما تعادلوا 2-2 النهارده، 1-1 النهارده، وخرجوا من دوري الابطال ويروحوا الكونفدراليه. لا ما ينفعش، ما ينفعش ان انا اوصل للمرحله دي، ما ينفعش ان انا اوصل لمرحله ان انا ابقى خايف ان انا اطلع من دور ال 32 قدام فرقه الحرس الوطني بتاع النيجر، ما ينفعش خالص. بس هنا في مصر ينفع ليه؟ والله مش مثلا راجل طيب وكويس، بس انتوا اصبروا عليه كده قد 5 6 7 7 70 ماتش كده لحد ما يعمل اداء كويس. اه النهارده يا اسطى على فكره ما كناش بنلعب في ملعب سيء، ده مطرد ولا ملعب ويس سلام، ومع ذلك كنا مقضيينها مراجيح، يعني بنلعب واسب طويل بقى اللي هو اي حد طول وخلاص طول وخلاص طول ومالكش دعوه باي حاجه. نزلنا الشوط الثاني، ايه اللي اتغير بقى؟ اللي اتغير ان احنا استغلنا الفرص اللي جات لنا الشوط الثاني. يعني احنا الشوط الاول كان في فرصه بتاعت محمد شريف، وكان في فرصه بتاع بدري بنون اللي هو الجون واقع والجون على الله اساسا، فدي تيجي لعيبه في ايه اللي هو، يعني فشلنا في استغلال الفرص، فشلنا ان احنا نقدم كره جميله، بس كسبنا 2-1. الشوط الثاني بقى خلصنا بدري الشوط الثاني سجلنا الهدف الثالث بدري، محمد مجدي قفشه سجل الهدف الثالث عشان خاطر الكره اللي بتروح على الجون بتيجي اللي هو يا جماعه الجون سيء، اه سيء، والكره بتشيل عليها بتخش، الموضوع سهل اهو، مصعبينها ليه؟ ما احنا مش مصعبينها والله، هو كل حاجه بقت صعبه علينا دلوقتي، حتى الماتشات السهله بيصعبوها علينا علشان خاطر ما عندناش تكتيك ولا عندنا اي حاجه، وعندنا في بلاص واقف على الخط. خلصنا الماتش 3، بعد كده نجيب بقى الرابع، جبنا الرابع، بعد كده يا جماعه نزود ونجيب الخامس. وكهربا بصراحه هو النهارده مكسب المباراه الوحيد بالنسبه لي، ان كهربا محتاج ياخد وقت ومحتاج ياخد فرصه كامله، ومحتاج انك تقعد مسيو طاهر فتره طويله على الدكه لحد ما نشوف المنافسه هتبقى بين كهربا وبيرسي او مكسويني، او الدنيا هتبقى عامله ازاي بالنسبه لكهربا. اما طاهر فتخليه على الدكه لحد ما تشوف له اي شغلانه بتاع مترجم فرنساوي. نخلص بقى ونلم الموضوع، لا الاصابه بتاعت وليد سليمان تقدر تقول كده ان هي فادت الاهلي، ان حسين الشحات نزل ووليد سليمان كان لازم ان هو يطلع من كمان 60 دقيقه، بس كله عبث يا عزيزي، منتظر ان موسيماني يطلع وليد سليمان قد الدقيقه 60، هو مدرب ولا ايه؟ هو ماشي ماشي وليد تمام وليد اتصاب هيتغير وينزل مكان حسين الشحات، حسين نزل سجل جون، كهربا سجل الهدف الخامس. خلاص بقى ابدا التغييرات عبقري، والتغييرات بتاع الراجل ده كلنا عارفين ان هو ملوش اي علاقه بالتغييرات خالص وما بيعرفش يغير خالص. تدي بقى محمد محمود الناس كلها عايز تتفرج عليه، والناس كلها مستعده ان هي يعني تنسلك الهبل اللي حصل الشوط الاول ده. لو لعبت محمد محمود لا، انا هنزل ديفندر وهنزل باك شمال وهنزل جناح زي المسيو داير محمد طاهر عشان خاطر يرجع السكه بتاعته، وهنكمل على كده.
كملنا على كده، كملنا على كده. حمدي فتحي اكتشف حاجه ان احنا اي شوطه بنشوطها بتخش، وفعلا حمدي اول ما استلم الكوره وداها الهدف السادس جه. يا جماعه الموضوع كان سهل، كان سهل جدا. الفرقه اللي قدامنا ضايعه، اه كانت ضايعه. كان مطلوب من الاهلي يعمل النهارده يعمل اداء ونتيجه علشان خاطر يعوض اغلبيه الناس اللي بدات تشوف ان موسيماني مالط، انما في ناس بقى هيقتنعوا باي حاجه هتحصل، لان الصوره التحليليه هيقول ان اي حاجه كانت بتحصل في الملعب مجهود فردي، اي حاجه عباسيه كده هي جمله تكتيكيه من موسيماني، وفي ناس هتبلعها، انما في ناس تانية هتشوف ان اللي حصل موضوع خبرات وموضوع فرديات لا اكثر ولا اقل. فاحنا بنتكلم في كده عزيزي، هل الاهلي مع هذا الشخص قادر ان هو ينافس فعلا على دوري ابطال افريقيا بالكرات الطوليه اللي هو بيلعبها، او قادر ان هو ينافس على الدوري بالكرات الطوليه اللي هو بيلعبها؟ شوف كسبانين 6-1 ومش لاقيين بالفرقه ملامح، سبحان الله يا اخي، هذا لا يحدث الا مع مدير فني زي موسيماني. هنعمل ايه بقى؟ طولنا صح، وانا عارف انك ما وصلتش لحد هنا لان الكلام تقريبا ما عجبكش، بس والله هو ده اللي انا شفته. لو انت شفت حاجه ثانيه والله قول لي باحترام كده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو انت متفق معايا، لو ما عجبكش اعمل ديسلايك، وكده كده خربانه اهو.